تتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يستمر حتى 15 من أكتوبر الجاري من الساعة 11 صباحا إلى 10 مساء. وللمزيد من المتابعة معنا مباشرة من مركز مصر للمعارض الدولية مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، يعني في اليوم قبل الأخير هناك إقبال كبير من المواطنين ومن الزائرين على هذا المعرض الذي يمثل فرصة كبيرة للعارضين وللزوار. للزوار لأن الأسعار تنافسية، هناك خصومات كبيرة على جميع المنتجات المقدمة في هذا المعرض. هذا المعرض في نسخته الثالثة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقام تحت رعايته، واليوم هو اليوم قبل الأخير، فغدا 15 من أكتوبر تنتهي فعاليات هذا المعرض الذي يضم عدد كبير من العارضين. نحن نتحدث عن ثلاث دول ضيوف شرف في هذا المعرض، هي الأردن والإمارات والسودان، والتي تشارك بمجموعة من منتجاتها وحرفها التراثية. كذلك هناك عارضين من مختلف الجهات الحكومية والمجالس التابعة للدولة، وأيضا هناك عارضين من الجامعات المصرية ومن مبادرة صناعية مصر. هناك منتجات من الأخشاب، من النحاس، من السجاد، من المفروشات، من الاكسسوارات، وايضا تحدثت مع عدد من المواطنين الذين اعربوا عن اعجابهم الشديد بتنظيم هذا المعرض، فضلا عن اعجابهم بالمنتجات المقدمه فيه. كذلك العارضين يعتبرونها فرصه كبيره لعرض منتجاتهم على الجمهور، وكان ايضا المسؤولين بجهاز تنميه المشروعات قد أكدوا أن هذا المعرض يتيح فرصة كبيرة للعارضين لكي يقدموا منتجاتهم، أنهم يفتحون بابا لعرض منتجاتهم سواء من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشارك محافظات مختلفة، كذلك تشارك جمعيات مثل حياة كريمة ومؤسسات مثل حياة كريمة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات التي تخدم قطاع كبير من الأسر المنتجة. نحن نتحدث عن اليوم قبل الأخير، هناك فرصة حتى الساعة 10 مساء اليوم، وكذلك غدا من 11 صباحا وحتى 10 مساء، حيث يغلق المعرض أبوابه في نسخته الثالثة. هذا المعرض الذي يمثل فرصة كبيرة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على تخفيضات مميزة وكذلك منتجات يعني تمثل معروضات جيدة للغاية. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.